بالعمل الفردي ما حدا بيتكل على حدا، ولجنة الحكم عطيت رأيها بمشاركة سعادة النائب غسان مخيبر. دائما أنا متعجب وراضي على الكل. الحكاية كثير مهمة والشغل اللي عمل فيها كثير جيد، صراحة متفاجئ بالتقدم السريع. الحق الكذاب على باب الدار، ما زبطها. كيف بدك تسوي فكرة مثل هيك؟ وبتصويتكم الأفضل بكمل. قول مايا هي الأفضل. مايا خارج دائرة الخطر. والأضعف يستبعد. رانيا للأسف. وضيف البرايم الجاي الفنان مروان خوري. مش خايف على لبنان، على الأرض وعلى المصير. الزعيم. ثلاثة بعد الأخبار على الجديد.